حصلت لنا البركه يا معالي الوزير. الله يبارك فيك. والله العظيم الواحد ما عارف من غيرك كان هيعمل ايه. يا سيدي ما تقولش كده. المهم الفتره دي اهم من فتره العلاج، خد بالك من نفسك. طبعا طبعا يا باشا، اتفضل انت روح لماجد بيه وانا هحصلك. شكرا. يا سيد. ايوه حاج. مع الباشا على فوق. تحت امرك يا ماجد بيه. ماشي يا حاج. حصلت لنا البركه يا باشا. الله يبارك في عمرك. اهلا وسهلا. حاج فتحي. ايوه يا حاج. والله انت ما تعرف الراجل ده عمل معايا ايه في امريكا. عمايل يا احمد ما عملهاش اخ مع اخوه. يا سيدي جزاه الله خيرا يا حاج. انا كنت عايزك شويه. خير يا حاج احمد. احنا اخوات مش كده؟ طبعا. وهي دي عايزه كلام؟ وربنا يديم المعروف. يا رب يا رب. بس هو الحقيقه في شروط كتير قوي يا حاج فتحي عشان المعروف ده يدوم، خصوصا ما بين الشركاء والاخوات. انت عايز تقول ايه يا احمد؟ عايز اقول يا حاج ان الشروط دي للاسف مش متوفره بيني وبينك عشان المعروف ده يدوم. اللي فيه طبع عمره ما بيتغير. بقى انا ما صدقت اللي انا فوقت ورجعت اركز تاني، جاي انت تشتتني وتدخلني في وزيرك اللي ملهاش حلول. لا اله الا الله، ابدا والله. يا ريتها فوازير يا حاج، هيبقى لها حلول. أنا مش عايز أشتتك، ده أنا مستني اللحظة اللي تفوق فيها عشان أكلمك عشان تعرف تسمعني. يا نهار أسود، يبقى البورصة، البورصة حصل فيها حاجة يا أحمد؟ أبداً يا حاج، سبحان الله البورصة زي الفل، يا أخي اضرب في أربعة وده اللي مخوفني. اللهم صل على النبي، دي حاجة تخوف، دي حاجة تفرح، لا ما تخافش وجمد قلبك. طب يا حاج، بيقولوا إن الواحد بيتعرف من بيته أولا ثم من أصحابه. أنا وإنت بقى يا حاج نتعرف من شغلنا. مفيش أي هزار ممكن يحصل في الشغل يا حاج أو يتقال عليه، خصوصا فيما يتعلق بالدين. الدين يا حاج الحاجة اللي إحنا متعلقين فيها. وبقول لك للمرة الألف، أي تشكيك في ديننا اعتبرنا انتهينا. والعياذ بالله، لا كله إلا كده، إلا الدين يا أحمد. الله أكبر الله أكبر. أنا مبسوط قوي إنك اتحمقت عشان دينك. ودينك بيقول لك خد بالك من بيتك. بيتي؟ وماله بيتي يا أحمد؟ الفترة يا حاج اللي أنت غبت فيها كانت فترة طويلة قوي. ناس كتير جم سألوا عليك، واللي كانت بترد سؤالهم بدرية، كانت بتسبق أي إجابة باسمك، يعني كانت بتتحامى فيه، بتقف وراه. ويا ريتها صينا. تاني يا احمد تاني. قصدك ايه؟ قصدي يا حاج ان صوره راجل مؤمن زيك ما ينفعش تنقلها عن واحده ست. انا روحي بقت في مناخيري، هات من الاخر يا احمد. حاضر يا حاج، حاضر 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 يا حاج. ايه ده، ابوس ايدك. قبل ما نتكلم وقبل ما انت تعمل اي حاجه، انا عايزك تعرف ان انا خايف على اللي بيننا فتحي، خايف على الاخوه قبل ما اكون خايف على شغل ولا مصلحه ولا فلوس. صدقني الصور لو نزل منها صورة واحدة بس في أي جريدة، قول علينا وعلى شغلنا وعلى اللي بينا كله. الرحمن الرحيم. صور ايه دي يا احمد؟ افتحها وانت تعرف. يا بنت الكلب!
عايزنك يا بابا. دي واحد ربنا فتحي هاج على طول. اتفضل يا حاج اجيب لك ميه. روح انت. حاج فتحي فتحي يا فتحي كان مستخبينا فين ده بس يا رب؟ كان مستخبينا جوه الكنز الملعون اللي لعنته نزلت على دماغك ودماغ ولادك يا توفيق. استغفر الله العظيم يا رب سامحني يا رب. شد حيلك فتحي حول بقوة لا حول ولا قوة إلا بالله. ارحمنا الله حبيبي ربنا ياخد بيدك يا ابني. في ايه بقى؟ وحش في انتكاسة وده معناه ان حالته بقت اوحش مما كان عليه. يعني خطر قوي ولا ايه؟ طبعا خطر. والعمل والعمل يا ولاد توفيق هنعمل ايه في ايه بس يا بابا؟ في فتحي يا حبيبي. احنا مش في فتح بس يا محمد، احنا في الفلوس وفي الشركات اللي تحت ادارته وتحت رجليه. بتفكر في ايه يا حبيبي؟ ده وقته. تفكر في اللي جاي. طب وفتحي؟ فتحي راح. ما تقولش كده ما تقولش كده. فتحي ما راح. فتحي ما راحش يا احمد. فتحي لسه موجود وهيرجع تاني احسن من الاول. لازم يرجع تاني احسن من الاول. لازم احنا نتصرف ونخليه يقف على رجليه. لازم. طمن يابا طمن، احنا ان شاء الله هنتصرف ما تقلقش. ما اسمعكش تقول كلمه راح دي على اخوك تاني. وكتاب الليل لو سمعت منك تاني نقطعك العمر كله. انا بقول لك حاضر يا تخلص يا احمد. ما تخلص يا ستي ومزاجي من الميه هي اللي مقطوعه. صبري واجيب لك بدلها. حاضر حاضر. انا عمري ما شفتك كده. وديك شفتين. يبقى واجب عليا اسالك ولو عايز تقول لي فيه ايه هتقول لي. لو سؤالي اذا كان هيزعلك خلاص اعتبرني ما سالتكش. بدريه يا ستي. مالها بدريه؟ عملت ايه تاني؟ وقفلنا زي اللومه في الزور في الشغل في السيره في كل حاجه. هي لسه ما اترجعتش. ايه هما مش اتطلقوا؟ ايوه اتطلقوا، بس هي عارفه ان فتحي بيحبها، عارفه انه ضعيف قدامها ممكن يركع تحت رجليها. انا مش عارف اعمل لها ايه. اسحر لها؟ ما تسحرش الست غير الست اللي زيها. يعني ايه غاليه؟ ياه غاليه، إذا كانت الكلمة دي اللي هتفكرك بالغالية يبقى هقولها لك كتير. يا سميحة أنا مش ناقص، أرجوكي قوليلي يعني إيه؟ يعني إذا كانت بدرية دقة مسمار في قلب فتحي نشيله ونحط غيره. يعني نجوز فتحي؟ بالظبط كده. أيوه بس مواصفات مراته تبقى عاملة إزاي؟ لازم تكون أحلى وأجمل من بدرية، وأهم حاجة تكون أصغر منها. إشمعنى؟ عشان حتى لو ما عجبتش فتحي سنها هيجنن بدرية. يا لهيبة جدعة يا بنت. بت؟ اشمعنى المرة دي بقى اللي قلت لي يا بت؟ معلش سامحيني يا سميحة يا ساتر. أنا كل ما أكبر أنت تصغر، كل ما أكبر أشوفك بتصغر بتصغر لحد ما لقيت البت. يا سلام. طب قول لي بقى البت اللي هتجوزها لفتحي هتجيبها منين؟ لا ما تقلقيش البت دي عندي. سارة الحسيني؟ إيه رأيك؟ والله العظيم أنت غريب أوي يا أحمد. والله يا أخويا كلنا أغرب من بعض، واحتمال يا ابو حميد عشان كده ناجحين. لا ننجح في الشغل دي حاجه،
لكن بقى موضوع العلاقات الاجتماعية والتربطات الدبلوماسية اللي انت بتعملها دي حاجة تانية خالص. ما يفروش عن بعض يا ابو حميد، يفروش كتير. شايف السبحة دي؟ مال؟ الخيط اللي فيها هو العلاقات والتربطات اللي انت بتتكلم عليها، وكل حباية من الحبات دي مشروع من مشاريعنا. لو اتقطع الخيط تتفرط السبحة. يا سلام عليك، بس بيني وبينك البت شديدة قوي. لا تعب عليك يا واد، دي هتبقى مرات اخوك. لا معاك حق فعلا. طب ايه، انت كلمتها ولا ايه؟ لسه. ولما هو لسه، ايه اللي مخليك مطمن قوي كده انها هتوافق؟ تاريخها. قول ايه، هو تاريخها مكتوب فيه انها توافق تتجوز فتحي؟ لا مش بالظبط كده يعني. امال ايه يعني؟ ابوها او باباها زي ما هي بتقول يعني، بيشتغل محامي تعويضات وضرائب. بدأوا حياتهم في مساكن زينهم، فجأة كده وبدون أي إنذار اتنقلوا لحي الزمالك. هي بقت خريجة جامعة أمريكية بيزنس، أخوها راكب عربية أحدث موديل. كل اللي أنت قلته ده ملوش علاقة بفتحي. برافو عليك، بس له علاقة بعيلة عندها طموح، وممكن عشان طموحها وتطلعاتها تعمل أي حاجة بما إن في مقابل. تقوم توافق تتجوز فتحي يا أحمد؟ بيزنس إز بيزنس. طب ما تتجوزها أنت، ما انت كمان محتاج تتجوز عشان ما تتسجنش يعني. جوازة بيزنس برضو. والله عندك حق، بس اخوك فتحي اولى، وبعدين ما تقلقش عليا، انا لما احب اتجوز هقضي نفسي. ساره. افندم يا دكتور. سامع الجديه والطعام اهلا في العمل. تعالي لي لو سمحت. اوكي حاضر. وبعدين ما تنساش حاجه، هي شغاله عندنا بشروطنا احنا، ما كانتش محجبه، قلنا لها اتحجبي اتحجبت، عشان كده خدت فلوس كتير قوي. تاني يوم يا معلم جات مفيش على وشها نقطة مكياج، كل شيء بمقابل. اتكل على الله عشان هي جاية دلوقتي. ايه ده، اتكل على الله؟ اتكل على الله ازاي يعني؟ ما تخليني قاعد يمكن اتعلم منك حاجة. يا جدع انت ليك النتيجة، مالكش دعوة بالتفاصيل. سامع الرقة في الخطة؟ ماشي يا رئيس، خد بالك انت بس، دي هتبقى مرات اخوك. ها؟ اتفضل. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا حبيبي محمد؟ يا اهلا اهلا. اتفضلي. ميرسي. طمنيني، ايه الاخبار؟ معرفش، احنا بنساعد في صنع الخبر والنتائج عند حضرتك. مش فاهم يعني. يعني الاخبار عندك يا حاج، لاني لو انا اعرف الديتيلز واضمن النتائج كمان غالبا كنت هشتغل لحسابي مش هشتغل عند حضرتك. كلام جميل. هو ايه بالظبط اللي جميل؟ اللي جميل هو ردودك مختصره وجاهزه. ميرسي. خلاص كده ميرسي وخلاص. ما هو لو كان في كلام تاني مفيد ممكن اقوله اكيد كنت هقوله. انت موهوبة بجد، موهوبة يا سارة. عشان كده يا فندم انا كنت رافضة فكرة الحجاب دي. وايه اللي خلاك وافقتي؟ عشان حضرتك اقنعتني، وكمان عشان اثبت موهبتي واشتغل. طالما الحجاب وجوده هيشغلني، وعدم وجوده ممكن يقف في طريق نجاحي. يعني انت لبست الحجاب وانت مش مقتنعة؟ طبعا، بس اقتنعت بفكرة الشغل المشروط، وكمان طالما انتوا شغلكم مرتبط بالوجه. معلش سامحيني، يعني ايه مرتبط بالوجه؟ يعني مش معقول كلكم هتبقوا مربيين دقونكم وانا هشتغل من غير حجاب، مش لوجيك يعني. صح، انت عظيمه يا ساره، انت عظيمه ورائعه. العظمه والروعه نتيجه في الشغل، واكيد بيبقى ليها مقابل. انت عارفه يا ساره انا مشكلتي ايه؟ طول حياتي ما لقيتش اللي يعاملني في البيزنس راس براس. لحد ما شفتك حسيت ان دماغك طيلاني. وده بقى معناه ايه؟ معناه يا ستي اني نويت اشيلك مشروع لوحدي. ايه رايك؟ حضرتك شايف ان امكانياتي تنفع ان انا اشيل مشروع لوحدي؟ طبعا طبعا امكانياتك تسمح. طب ممكن اعرف ايه هو المشروع؟ جواز. قبل ما تتسرع خدي وقتك على الاخر وفكر. انا ما تسرعتش، حضرتك اللي تسرعت وقلت وعلقت. انا فعلا كنت هفكر، بس حضرتك قلت مشروع وبعدين قلت جواز. ما هو اسمه كده، مشروع جواز. طيب ممكن اعرف بقية عناصر المشروع عشان افكره بشكل موضوعي شوية. بزنس از بزنس. اوكي. قوم يا حاج. ايوه انا الدكتور. طمني يا حبيبي. قبل الحمد لله رب العالمين،
بس هو وصاني وصية مهمة قوي قوي قوي. وصاك ايه؟ تجهز الطرب؟ ما تقولش كده يا حاج. قال لي الحاج فتحي لازم ينسى كل اللي فات كله. ازاي؟ مش فاهم. لا انت فاهم يا حاج فتحي، انت فاهمني كويس قوي. اهم من اللي فات يا حاج اللي جاي، فلوسنا. الشيله كبرت قوي يا حاج فتحي، تقلت عليا انا واخوك محمد والحاج، عايزينك معانا. احنا دلوقتي محتاجينك اكتر من اي وقت فات. عايز اعمل ايه وانا مرمي هنا؟ عايز اعمل ايه؟ هتخرج يا حاج، هتخرج وهتعيش عيشه تانيه خالص. ازاي؟ انا عارف انك كنت بتحبها. انا لسه بحبها، بحبها بنت الكلب. هي عارفه اللي انا بحبها وبعشقها، بس انا مش هنقولها، هدوس عليها بالجزمه، هدوس على قلبي كمان بالجزمه. ايه ده حبيبي؟ ايه ده حاج؟ ايه ده؟ ايه ده ابو سيد؟ ايه ده ابو سيد؟ ايه ده خالص؟ ايه ده خالص؟ تمام كده يا حاج، تمام. انا لو منك انساها خالص. الله يدعم ابو الحب اللي يعمل في بني ادم كده. يا ريت يا حمد، يا ريت انا اتمنى. طب يا حبيبي خلاص، وربنا حقق لك الامنيه والله. ازاي؟ تتجوز يا حاج. حلوة منك. هي حلوة بس يا حاج، هي حلوة قوي وجميلة قوي وشيكاوي البنت. انت جاي تهرج عليا؟ انا عيان يا احمد. ده كلام تقوله معاش اللي هرج عليك. لا ابدا، ده انا جايب لك بنت، بنت بنوت ومثقفة قال وخريجة جامعة امريكية وستايل ايه واللغات وي وي، حاجة تشرف يا حاج. وبعدين يا سيدي انا ممكن اجرها لك، اشتريها لك بفلوسك يا حاج. لا اله الا الله، تيجي تعمل حاجه محدده والله عملتها ونجحت فيها وانت ها عجبتك كملي يا حاج، ما عجبتكش خلاص تمشي وكان الله بالسر علي. هو في كده يا احمد؟ ايوه في يا حاج. هي موافقه؟ هي مستنيه موافقتك يا حبيبي. بالراحه شويه، احنا في صاله افراح. احنا مرتبطين في صاله افراح، هو اي حد ده فتح الريان يا حبشه؟ ايوه بس والله عايزين صحه وسلامه باذن الله وجوازه كمان. مبروك يا رب. بس اعملي لا الله يبارك. مبروك مبروك يا حبيبي. حبيبي الحمد لله على السلامه. الله ما شاء الله. بتضحك على ايه؟ بتضحك على ايه؟ على الزفه وكتب الكتاب اللي انت عامله من فتحي وفي المستشفى هنا. طب ما كان لازم يحصل في المستشفى وهنا. ايه اللي لازمه بقى؟ يا ابني لازم يخرج من المستشفى وفي ايده عروسه بنت بنوت زي القمر ونعمل له زفه كبيره قوي قوي عشان اللي بالي بالك ده انا زغرت طالع عاجبك كده؟ اه يا ابني. خير يا بدريه؟ في ايه؟ منزلاني على ملا وشي كده ومن ورا احمد. خير؟ اوعي تجيبي له سيره ولا تجيبي سيره لاي حد ان احنا اتقابلنا النهارده. حاضر يا اختي مش هقول. قولوا لي في ايه؟ عرفت انه اتجوز. انت عرفتي منين؟ هو انا كنت بشتغل معاهم في الشركه دكتوره سنان، ما انا كان وشي في وشهم وعارفه هما بيشتغلوا ازاي، وزي ما هما كانوا بيراقبوني راقبتهم. بس مش ده المهم، انا المهم عندي اني عايزه اعرف اذا كان هو اللي كان عاوزها ولا هي رمت بلاها عليه ولا في حد جوزها له. والنبي يا اختي ما انا عارفه، بس احساسي كده بيقول لي ان التلاته مع بعض. انت صعبانه عليا قوي يا بدريه. ما يصعبش عليكي غالي يا حبيبتي. طب قولي لي بقى ناوي على ايه؟ مش عارفه، او يمكن عارفه بس مش عاوزه اقول. يا ريان يا ريان يا حاج. خير
شكلك كده عايزة حاجة. عايزة اشتغل. اشتغلي؟ انت بتقولي ايه؟ وايه اللي فيها؟ هو عيب يعني لما مراتك تشتغل؟ وبعدين يعني هي هتشتغل ايه وفين؟ ما هتشتغل في المكان اللي انت اخترتها منه، شركتك يعني يا حاج. اسمعي بقى يا بنت الحلال، دي اخر مرة اسمعك تتكلمي في الموضوع ده. ليه بس يا حاج؟ ده انت اكتر واحد عارف ومتأكد اني بفهم في شغلك اكتر منك. انت تفهم شغل انا اكتر مني؟ طب بطلي رغي، اسكتي خالص. طب عشان خاطري كلام خالص خلاص. طب يعني ما تقولي ويمكن اقتنع. انت عارفة انا طلقت مرات الاولانية ليه؟ ليه؟ عشان الشغل؟ عشان الزفت الشغل. بس انت اتجوزت مراتك الاولانية من بيتها، واتجوزتني انا من شغلي، وبعدين انتوا ما شغلتونيش يعني عشان سواد عيوني، بالعكس انتوا عارفين ومتأكدين ان انا قد الشغل وزيادة كمان. وانا بصراحة يا حاجة مش هشتغل عشان طمعانة في القرشين اللي هاخدهم كل شهر، ما كفاية اللي انت بتديهولي. يبقى قلقان من ايه بس يا حاج؟ انا مش قلقان ولا بخاف من حاجة، بس بيتك جوزك اولى بيك. بيتي ده لما يبقى عندي عياله واخديني من شغلي ومنك، لكن انا ما عنديش حد غيرك، ومش عيب ولا حرام ان انا اقف جنبك. بدرية سارة يا حاج، موضوع اقف جنبك ده ما اسمعوش تاني، انت فاهمة؟ ما هو انا كمان مش هقعد في البيت الطويل العريض ده كله لوحدي، وخصوصا اني عارفة ان نفس مراتك لسه في كل حتة في الفيلا. وبعدين انت شوية حتى اللي بتيجي تقعدهم معايا في البيت بتفضل قاعد سرحان وتايه عن الدنيا حتى مني. خلاص بطلي كلام، شوفيلك ايه الزفت مشروع اعمليه يكون بعيد عن شغلي وعني. وده ايه ده بقى ان شاء الله؟ شغلي دماغك، اللي شغال 24 ساعة دي ما بتونش. المهم لا تخسريني ولا اخسرك، والاهم ان اريح دماغي. طب ايه رايك في نيرسري؟ بقولك اريح دماغي، ما تطلعيش الانجليزي بتاعك ده على جتتي. حضانه يعني يا حاج؟ حضانه شكرا، بس يعني ايه؟ مش عارف يعني ايه حضانه. انا اللي اعرفه كام زائد كام بيساوي ايه. بص يا حاج، احنا تعدادنا في مصر دلوقتي بيتزايد بشكل اوفر جدا، والتعداد لما بيتزايد يعني روجوه فلوس، يعني جوازات كتير، يعني خلفة كتير، يعني ببيهات، يعني حضانات كتير. انا مش قصدي حضانات، انا بتكلم على حضانة واحدة بس. وانا بتكلم على مشروع حضانات الريان، التكلفة عليا والإدارة ليكي والاسم ليا. قلت ايه؟ انا موافقه جدا، خلاص دن دن الدن. يا استاذ ثعلب، اللي بيني وبين فتحي مش طلاق ولوازم وبس، ده في شراكه وفي حاجات كتير قوي لازم تتفض. وهي الحاجات دي ما تتفضش بعيد عن المحاكم. هرد عليك الرد اللي سي فتحي نفسه معلمهولي، ما تدخلش زيت في عبيد، وكل حاجه اتعملت عشان حاجه، وظن ان المحاكم اتعملت مخصوص عشان فض الخلافات. ده في حالة ان كل الابواب اللي بينك وبين الخصم مقفولة بالضبط. والمفتاح وحياتك. ما تنسيش هانم ان المحاكم حبالها طويلة، وانا حبالي اطول، وانا لسه صغيرة وفي عز شبابي. الدور والباقي علي يعني ما عندوش حاجة واحدة بتقول انه لسه عايش على وش الدنيا، ودماغه من كتر البرشام اتلحست. ايا كان كلامك يا هانم على عيني وعلى راسي، بس انا مش شايف غير حل واحد بس. على فكرة الحل ده مش لمصلحة فتحي وبس، لا لمصلحتك انت كمان. والله لو هتقول حاجة فيها مصلحة ليا قولها. المواجهة. انا وفتحي ما يلزمنيش. وما يلزمكيش ليه؟ انا عارف ان انت ست شاطرة وبتعملي حساب لكل خطوة تخطيها. انا لما قررت افكر بدماغك انت ما لقيتش غير الحل ده، المواجهة. انا افكر كده؟ ما تفكريش كده ليه؟ وانا مش محامي الخصم، لكن بفكر في مكاسبك انت. مش فاهمة. تقدري تقولي لي ايه المكاسب اللي هتعود عليه من الحل الودي؟ ما يتفضحش في المحاكم، حساباته تتكشف والجرايد تكمل عليه. كل الكلام ده ما يفرقش مع فتحي. فتحي مش فارق معاه غير حاجه واحده بس، انت يا بدريه. صدقيني هو ده اللي انا حسيته. الاحساس مش هيغير اي حاجه،
وبرضه هعمل اللي في دماغي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسالي ولا لا كده يا استاذ وحيد؟ اهدى يا بدري هانم خلينا نتفاهم. طب رد السلام بتاع ربنا. ايوه حطيت دماغك اللي توزن بلد على دماغه المتكلفه واتفقتوا انتوا الاثنين عليا. انا ماشيه. استني يا بدري انا عايزك. انت عارفه ان انا لا بيهمني لا بوليس ولا محاكم. ياه ده انت جامد قوي بقى على كده. طول عمري يا بدري الا معاكي. يا عيني معلش انا بقى ست غلبانه ومسكينه ومكسوره الجناح ومش هقدر عليك لوحدي فقلت روح المحاكم عشان يبقوا سندي وظهري. الفضيحه مش هتطلني لوحدي هتطل عيالك كمان. ما هم عيالك زي ما هم عيالي. يعني بدل ما يورثونا انا وانتي ويورثوا سيره حلوه يورثوا فضايح وسيره زي الزفت. والنبي يا اخويا روح اضحك بالكلام ده على واحده غيري. يعني هو ده اللي مضايق واحده تانيه مش ضايق انك ما حفظتيش عليا ولا صنتنيش. بلا صنت بلا حفظت. انت ظاهر مخك اضيق ونسيت من هي بدريه. انا يا حبيبي ما فيش ست في مصر تهز شعره من شعر راسي. وبما ان الكلام دخل في الخيابه يبقى قلته احسن. استنى يا بدريه انا ما خلصتش كلامي عادي. وهو كلامك ده يا عينيا طالب معاه صوت عالي؟ بدريه يا نعم. عاوز ايه؟ قمري. انا مش عاوزه حاجه يا حبيبي. مش انا اللي جبت المحامي وخليته يلف ويدور عليا ومش انا اللي طالبه القعده دي. يعني انت اللي عاوز مش انا اللي عاوزه. انا عايز نرجع لبعض. قلت ايه؟ هقول ايه؟ عايزني اقول ايه؟ اللي انت عايزاه بدري. اطلبي اي حاجه حتى لو عينيا. اللي انت بتقوله ده يا فتحي بعيد عن دقنك. بدري انا بحبك. طب ما انا عارفه. تقومي تعملي فيها كده. وهو انا لسه عملت حاجه؟ اعمل اللي انت عايزاه. اطلبي اي حاجه يا بدري ولا تحت امرك. انا مش عاوزه منك حاجه يا فتحي غير حقي وحقي ده مالكش مكان فيه. مش عاوزاك. بس انا عايز. وانا مش عاوزاك يا اخي. الله اقولها لك بالصوت الحياني. وبعدين في ايه؟ مش يمكن اكون على ذمه واحد تاني؟ لا انا عارف ان انت مش على ذمه حد تاني. يا اخي سيبني في حالي بقى. انت ما بتسمعش ولا ما بتفهمش؟ يا الله يا بدر. والله ما ايه ده يا فتحي؟ خليك في حالك. ما هو طول ما انت جوزي يبقى حالك هو حالي. ماشي ماشي. مين انت ودخلتي هنا ازاي؟ بس يا بت ما تقول لها يا فتحي انا بقى مين. بدري مراتي ام عيالي. عاوزني يا فتحي؟ عايزك قوي. طلق البت دي. انت طيب بالتلاتة. انت طيب بالتلاتة. بتحبني يا فتحي؟ بعشقك. يبقى ترمي البت دي بره باللي عليها. ترمي مين بره؟ انت بره. ايه فتحي؟ بره. انت جنيت يا فتحي ولا ايه؟ بره. انت جنيت؟ انت مش شايف انك ايه؟ يا مجنون. نورت بيك يا بدارة.